في وقت لم تنقطع فيه الاحتجاجات الشعبية المناهضة لخامنئي ونظامه في إيران، ولو أن القمع الوحشي وحملات الاعتقال والإعدامات خففت من وتيرتها وجعلتها تستمر بشكل متقطع، منظمتان حقوقيتان إيرانيتان تؤكدان ارتفاع تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد عام 2022 بنسبة تصل إلى أكثر من 75%. منظمتا إيران هيومان رايتس ومعا ضد حكم الإعدام غير الحكوميتين الموجودتان في النرويج وفرنسا قالتا في بيان مشترك إن عقوبة الإعدام استخدمت كأداة أساسية للترهيب والقمع من النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته، مؤكدتين تنفيذ 582 عملية شنق على الأقل في العام الماضي، وهو أكبر عدد يسجل في إيران منذ عام 2015 التي سجل فيها 333 حالة إعدام. تقرير المنظمتين الحقوقيتين أكد أن مئات المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات التي فجرها مقتل مهسا أميني منتصف شهر أيلول من العام الفائت محكومون بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يعاقب عليها بالعقوبة ذاتها، حيث أكد مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم أن العقوبة تهدف إلى بث الخوف في نفوس الشبان والشابات المتظاهرين، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فعال وتنظيم أنشطة مرافقة لكل حالة إعدام يجريها النظام الإيراني لوقف آلة القتل المستخدمة بحق المناهضين له. التقرير بيّن حجم الطائفية التي ينتهجها نظام الملالي، إذ إن أحكام الإعدام بحق الأقلية السنية البلوشية بلغت 30%، رغم أنهم لا يشكلون سوى 6% فقط من سكان إيران.